هناك توقعات بتفعيل العناصر التخريبية وفاقدية المصالح لنشاطهم الإرهابي تجاه الدولة بعد الإصلاحات الأخيرة في قوام بيت الشرعية، كيف ترون هذا التهديد؟ شكرا لك أخي الكريم وشاهد كريم، وكل عام وأنتم بألف خير وخواتم مباركة. في الحقيقة تمت عملية التفجير في أنبوب نقل الغاز في الساعة 11 من يوم الأحد في مديرية رضوم، إحدى مديريات محافظة شبوة، وبالتحديد في كيلو 256 شرق منطقة تول الشاخ. وهذا العمل التخريبي التي قامت به الأيادي التخريبية تعمل ضد مصالح الشعب اليمني، وتحاول بقدر الاستطاعة تحييد الاقتصاد الوطني وضربه من خلال هذه الاستهداف، حيث أن نتائج هذه التفجيرات على المستوى الاقتصادي قد كلف الحكومة اليمنية والاقتصاد الوطني ملايين الدولارات، وبالتالي تكون عبء على المواطن. في الحقيقة إلى حال التاريخ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك العمل الذي يستهدف الأضرار بالوطن والشعب على حد سواء، وبالتالي لا نستطيع أن نشير أصابع الاتهام لأي جهة قبل رفع التقرير الأمني. طيب دكتور، من جهة أخرى نعم، من جهة أخرى هناك مطالبات يعني بتفعيل الدولة لأجهزة الإخبار الاستخباراتية، من خلال نعم اطلاعك كيف ترى تواجد هذه الأجهزة في محافظة شبوة، وما واجب هذه الأجهزة في عمليات تأمين خطوط نقل الغاز ومنشأة بلحاف بشكل عام؟ نعم 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 معك. من جهة أخرى أدانت السلطة المحلية الممثلة بالأخ المحافظ عوض محمد الوزير هذا التفجير الذي يستهدف نقل الغاز من مأرب إلى شبوة، كما قام تكليف وحدتين من البحث الجنائي ووحدة نزع الألغام بالذهاب إلى مكان التفجير ورفع تقرير شامل يتضمن نوعية التفجير وكل البيانات الأمنية والمعلوماتية والتقنية التي تساعد على الوصول إلى خيوط إلى من قام بتلك الجرائم. كما شدد الأخ المحافظ ووجه أجهزة الأمن الاستخبارات وحدتيها وحدة الأمن القومي والسياسي بسرعة ملاحقة تلك العناصر التي قامت بهذا العمل الإجرام الذي يمس كل مواطن والقبض عليه. في الحقيقة الثروات المعدنية نفط أو غاز هي دخل قومي، هي ليست يعني ملك محافظة شبوة، هي ملك الوطن، وبالتالي عندما يقوم عمل تخريبي في أحد هذه المصادر هو يمس بالشعب اليمني جميعا من محافظة صعدة شمالا إلى محافظة المعارك فقط. وبالتالي هذا يسيء إلينا جميعا. بالنسبة للسلطة المحلية قامت بتكليف الوحدات الأمنية والاستخبارية بالتقصي ومحاولة القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاهم. كما أكدت السلطة المحلية أيضا إلى رفع الجاهزية واليقظة الأمنية في جميع مديريات المحافظة. اليمن لا يحتمل يا أخي العزيز المزيد من الفوضى، ففينا ما يكفينا على مدى 8 سنوات، ويجب على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية وكلنا نتحمل المسؤوليات تجاه حماية مصالح الشعب. النفط ليس ملك محافظة شبوة أو مأرب أو محافظة القرب عينها، هذه مصالح قومية تخص الوطن بكافة تشكيلاته وبكافة محافظاته، وبالتالي عندما يكون هناك ضرر في أحد هذه المصادر هو يضر بجميع أبناء الوطن. نعم نعم دكتور حسين، دكتور حسين الخشعي الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.